السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على تفسير جديد لتاخر قرار الفيفا بشان مقابله الجزائر والكاميرون. حتى مصر وهم يقارعوا، المالي يقارع، يعني العقوبات هذيك تاع بين كيسموها نيجيريا وغانا، هذوك عقوبات وحدهم، هذوك مازالوا ما خرجوا لهمش عقوبات. واش صرا؟ مازال ما خرجوا تاع عقوبه، ما تالي كاع. حنا الناس حنا قارعوا كاينه حاجه برك واحده، معجزه واحده، وهي الى الفيفا عندها فيديو تاع رشوه. هذه برك بصح، باش تقول لي بالحاكم غادي يغيروا يعطي ندو الماتش ولا نعاودوا البارتيه، ودي راكم غالطين. كاينه حاجه واحده، نقطه واحده، هي الرشوه تاع عند الحاكم. هذا امر، هذه اللي كاين. ناس بينك لا يقول لك غادي منا والملف تاعنا وكلش، ملف الا فيه قضيه تاع رشوه باينه رشوه باينه، ماشي كيما اللي هذاك داروا لكم كونت وقال لك يا ودي هذه كونت وليك منا ومكاش. لا، هذه مكاش، هذه مكاش. وين انتظرت يعني الجماهير الجزائريه بشغف كبير قرار الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بشان يعني التظلم الذي كان قد رفعه الاتحاد الجزائري لكره القدم، يعني بسبب الاخطاء التحكيميه التي ساهمت باخفاق الخوض في تاهل كاس العالم 2022 امام نظيره الكاميروني. هنا ضروك الناس يقول الحاكم، انا نقول الحاكم بسبب اخطاء. بس شوف انتم راكم تهضروا على كلش، غانا تاليه كاليفيكاسيون تاع الكوب دافريك تاع كوب دي موند، باش غانا كاليفات الماتش دو باراج. كيفاش لعبت؟ شاتو الهدف الاخير اللي سجلته غانا في بلادها، بيناتي ما كاش كاع، عاقبوا الحاكم. كان لاعب وعند شا عندهم رئيس اتحاديه بلاده وتيليمينات، الى الحاكم غادي يروح يعاقبوا حدهم، يعاقبوا الحاكم. والى عاقبوه خاطش عليه طاوة امتياز التالي، هذا الى عاقبوه ما نعرف، الى عاقبوه نقارعوا ونشوفوا. وكان من المنتظر ان يصدر الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا عن طريق لجنه الانضباط التابعه له قرار بخصوص هذه القضيه يوم الخميس. بصح كانت باينه من نهار الاول بشي خميس غادي يديروها. الناس اللي كانوا يقولوا الفانتيا ما كاش، ما جمعوا ال 14. الناس قالت لكم البانتيا يخرج، ومن بعد قال لكم لا البانتيا جمعوا، ما جمعوش البانتيا، وما جمعوا ال 14. الملف قالوا لهم هذاكم خاسرين فيه. رفده المحامي كيما قلت لكم الخميس اللي فات، رفده المحامي قال هدر معاهم، هنا هدر معاهم قال لهم يا ودي راكم خاسرين. شاهدوا الدواء لجنه التحكيم، لجنه التحكيم غادي من بعد يخرجوا يقول لكم رانا رايحين للطاس. هذه هي وين تحدث، وين نقولوا باللي رغم يعني وين شان هذا الاعلامي، وين تحدث الاذاعه الجزائريه صبيحه يوم الجمعه قائلا رغم طرقنا لكل الابواب الى ان تسريبات منعدمه لحد الان من داخل بيت الفيفا. مكاش على باله، ماشي مكاش على باله، راهم رفضوا الملف تاع لجنه الانضباط هذيك، رفضوه لجنة الانضباط هذيك رفضوها. دوسي دروك مازال راه دروك لجنة التحكيم، لجنة التحكيم بالك لسنين يقروا، لسنين ولا لحد معشية ولا لسنين يقروا، يعني يجمعوا عليه ويشوفوا. هذه هي، ما حاجة وحدة أخرى. مازال هما لجنة الانضباط، خاطش كاين الناس يقول لك شاهدروا يا ودي، راني نقول لك شاهدروا المحامي هنايا، قال لهم المحامي راسلهم قال لهم يا ودي مكاس صايك لجنة الانضباط ما فيهاش، زادوا داروا في لجنة التحكيم. هذه بالتالي كاع، خاطش الناس تهضر يقول لك يا ودي ما على بالناش تاسرع،
سرية تامة، ما كان لا سرية تامة لا والو. يعني الغاو لهم الاخرين هذوك راحوا في طول ما يخرجوش يروحوا ديريكت حطوا قال لك لا بين حطوا هنا الدوسي تاعنا في لجنة التحكيم، وقالوا المحامي قال لهم دير لكم غلطتوا ها كيفا كيفا كيفا، شافوا مع مستشارين لهنا قانونيين قالوا لهم حطوا في لجنة التحكيم، على هذيك ما كاش قرار. ووصل بسياق متصل، وإن أعتقد بأن هناك هذا الصحفي يتكلم، أعتقد أن هناك أمر ما ومعلومات جديدة أصبحت في يد الفيفا، وهو ما يفسر تأخره في الإعلان عن قراراته بخصوص طلب الجزائر لإعادة مباراة الكاميرون. إلى أن إحنا إلى أن كما السنغال 2018 إلى أن بارتيا ندوها مشي تتعاود إلى قضية تاع رشوة البارتيا ندوها، الناس اللي تعرف هذا مشكارة هذا ولا راح تصور في 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 اوتيل ريستورو كبير عندنا، ايوا الناس اللي قال لك يا ودي ماشي يهفوا بها، خاطر الناس لهنا كاين اللي بزاف تلبس له كوستي مزرق كرافاطا نواظر فوق الراس ساعه ايا شو كيما تبغي، او كاينين بزاف نقول لكم بدلوا البوشي بدلوا الجزار، هذاك راح دير لكم فيديو لداخل راني عايش راني منا ايش دخل لي انا تفطر في ريستور، احنا انا نعرفك من بكري وزدت شفتك بنت في قضيه تاع 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 بولا، انا عارفك من بكري وشفتك بنت في قضيه تاع بولا، يعني هاك تشوف بولا راهي تقول بلي عندي قضايا، يعني ما يمشي مين تهرب لك تروح تصور هنايا في في في, في ريستور، ولا تصور بحبه ميل في، ولا تصور بجاجه ولا حلوف قدامك مشوي محطوط، ما دخلناش الصوالح، وجاو الناس يساهموا ما دخلهمش واحد حاجه كبيره صايب، دايركم الماكله حاجه، دايركم حبه ميل في حاجه كبيره. وخاصة فينك مصر فينك يعيشون نفس وضعيتنا وهم ينتظرون قرار بخصوص طلب إعادة مباراتهم أمام السنغال، وتم صحيح أن احتمالات إعادة اللقاء أمام الكاميرون ضئيلة بالنسبة لنا، ولكن عدم الفصل الفيفا في القضية خلال موعد المحدد يؤكد يعني هيزته للمعلومات يفضل دراستها بشكل أكثر دقة. وإن احنا ضيعنا الفوز تاعنا ضيعنا بطاقة التأهل، يعني بعد الهزيمة على ملعبنا أمام الكاميرون يعني بالتالي كاع في وقت الإضافي، يعني ما كان من الاتحاد الجزائري لكرة القدم متقدم بطعن يعني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب أخطاء التي وقع فيها الحكم، كان جماهير الجزائرية أطلقت يعني وسام ماتش يتعاود على نطق واسع عبر منصة التواصل الاجتماعي، ويذكر أن الوسط الكروي الجزائري يعيش حالة من الصدمة بعد الطريقة التي فشل بها يعني المنتخب الوطني في التأهل لنهاية كأس العالم، طريقة على بالك ما تحملوهاش بزاف، والله العظيم ما الناس ما تحملتهاش مازال اليوم ما وصعيبة صعيبة 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 تشوف يعني وفروا كلش 12 طيارة هودة الكاميرون، الشعب قال لك ماراكانا داروا له ماراكانا لداخل، التيرا صنعوا له طابي روج داخل لعبة الناس لعبت في طابي روج، تفلسيف دخلنا في حيط، فلسفة هي اللي دخلتنا في حيط، بالتالي كاع فلسفة دخلتنا في حيط، ناس يقول لك منا بصح فلسفة هي اللي دخلتنا في حيط، عاد كاين اللي يقول لك بلي لا وكاس يا ودي كاسامة كيما كوفي كوجا عام عام. التلفزيون يهدر والجورنال مصوروا بشكارة تاع دراهم والبولو عادي اي كيف كيف كوفي كوجا قسم يعني سبا قسم راح قسم اي تو قسم من غوارديولا محرز اي تو قسم، هذا مكان حاجة وحدة أخرى مكاش حاجة وحدة أخرى مكاش اي تو قسم غوارديولا محرز أرتيتا محرز غوارديولا أرتيتا محرز غوارديولا محرز إيتو كاسام إنفيرتينو فيفا، وحنا كيما في الواحد بنا الناس رايحة كيما هاكا، حنا شنقولو كاينة حية وحدة برك كاينة حية وحدة برك،
الا كاين كما قال لكم هذاك مشكاره ولا سموه، قال لكم عندي فيديو ايطو قالها لو 2 افريل. قالها لو 2 افريل شعرنا. قال لكم الخميس لو 21 ما كاشي، قاعد يشد فيكم يشد فيكم. قال لكم الخميس لو 21 ما كاش، غادي ندير نفضح، انا نفضح في الصفحه تاعي. قال انا نفضح ما كاش، هيا هفضح شعرنا اليوم، هيا افضح، هيا ها مكان ولا حضرة زايدة وصعيد. أنا نعرف بلي من الهيئة لهيئة، من الهيئة لهيئة، مكاش حاجة، مكاش حاجة وحدة أخرى هاك ولا هاك. هذا غير حنا نتمناو إن شاء الله البنك يكون جديد، ما نعرفش.